طب لو اتكلمنا على فتوح، فتوح قلنا هنجيله دلوقتي، وفتوح عامل صراحة بطولة ولا أروع، ربنا يعني يبعد عنه الإصابات، دفاعيا متماسك، خط الهجوم عامل شغل جميل جدا، حلول كتير في خط النص بيظهر للعبته بشكل جيد. فتوح أثبت خلاص إن هو يعني باك ليفت رقم واحد في مصر، حاجز مكانه. شايف فتوح هيقدر يضيف ايه لنفسه الفتره الجايه؟ يقدر يشتغل على ايه الفتره الجايه علشان يحسن من اداؤه داخل الملعب؟ اشتغل شويه على الجزء الدفاعي، لو زود شويه الجزء الدفاعي عنده هيبقى قوي جدا. يعني اللي كان مميز، اللي كان مميز عبد الشافي ان هو الاثنين كويس قوي فيهم. يعني ما تقدرش تقول عبد الشافي دفاعي ولا ومش هجومي، ولا مش هجومي ولا، لكن ليه انطلاقات مهمه جدا ويقدر ويرجع ويشتغل على الكروسات. الحتتين ناقصين يعني، لو اتعمل كورسات بقى، الكورسات بتاعت اللي هم الباكات ليفت اللي هو السريعه القويه اللي هي في مدى معين، مع الحته الدفاعيه لو زودها يبقى، ولسه صغير في السن كمان فقدامه وقت كبير جدا ممكن يختلف. اللي هي كورسات زيزو، عايزين كورسات زيزو بقى، الحاجات السريعه اللي هي بتروح وبتاع، بتروح في مدى معين، مجرد محتاجه توجيه بس، توجيه وبقوه معينه وبتاع، زي مثلا حاجات علي معلول بيعرف يحطها كويس قوي قوي قوي، يعرف السنس بتاع الكورسات ده، لو اتحسنوا الحاجتين ده عنده هيبقى حجز نفسه رقم واحد في مصر.